Good morning. اليوم نهار كتير طويل رح نبرم. مين معي؟ معي جورج، صديق جاي من سان فرانسيسكو. هاي جورج. هاي. خليني أذكركم مين جورج. جورج تعرفنا على بعضنا بسان فرانسيسكو يمكن من شي 5-6 سنين. صار كنت رايح كرمال جوجل وإجا هيك بالأوتيل 6:30 الصبح، قال لي هاي أنطوني، أنا بعرف أنك هون، بحبك كتير، تعال قضي نهار معي. وصلنا أصحابه من وقتها، ورجع هدين السيارة اللي هي البلير 1955 الشيفروليه. انت رب الكولكشن كارز. كان عنده 2، واحدة حمراء واحدة زرقاء. طلعت الحمراء من حصتي نوغاليك اونينز كار. فجورج اجا من سان فرانسيسكو. ام فيري فيري هابي تو سبند ذا داي. اليوم رح نعمل سمار جبيل هون، بلشنا بالقلعه ومن بعدها رح طعمي اشياء كتير طيبه. جاهز انت للاكل كتير اليوم؟ هلا بدي اعرفك على ست بتعامل منقوشه. هلا منقوشتها طيبه بس هي الست هي القصه كلها. بدك تاكل شيء؟ بدي اسمعك عم تصرخ. هلا بتشوف. اهلا وسهلا. عم تحكي عنك يعني؟ شو عم بتخبريها؟ قولي لي شو عم تخبرها عنك. ما قدرت اعيش بلاك اكثر من نهار. اهلا وسهلا بعدين. يا هلا انا وعيت موحم على قورمة ولبنة. بارح من كفر بيحضروه دايما هي عم تقص عم تبين قرشتها. لبنتها قاسية قاسية ما فيها مي. فيري يومي تريد. شو هالنفس؟ شو هالنفس؟ شو مش معقول؟ رائعة ست، رائعة.
من بيروت جينا. هيدي القصة كلها. هيدي القوارمة واللبنة. هيك هيك رقق الورقة. تقرش مثل برشانة. لبنة فريش مش محمضة. لحمتها بتدوب مثل الزبدة. هاي من بيروت سقت. بتصير هيك تلمع شوي. لا قصة هيدي. هيدي مشروع 5 كيلو بالشهر لو بيتي هون. هاي القوارمة. كيف قوارمة عندي بتطلع هاي الطريقة؟ الحمد لله. ليت غنم وهبرة البقر. بتخلطهم ببعض وبتملحهم وتحطهم على بعض. بتحط لهم مرق صغار وعود قرفة وملح. لكم كيف بتصير الامور. بتصير الامور بتطلبوا خبزه طازج سوبر رقيقه قرشتها كتير 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 حلوه. بتحطوا عليها لبنه بلديه. لبنه بتشتغل مثل الكريم ان كان مايونيز اللي بحطوها مع البرجر. بتحطوا عليها بيض بقوارمة. بيض طازه بلدي. القوارمات خالصين هلا وليتهم مثل ما لازم. حبتين بندوره. بتلفوا ساندويشة العمر. تعالوا لعنده وطلبوا ساندويشة العمر. بتموت. بيرفكت كومبينيشن. كويس. جمالك. مرسي مرسي مرسي. لك ما في اطيب منك. لك صحتين وهنا. قلت لك رح ارجع اشوفك. فكرت اخر الصيف. لا لا لا. كل يومين. كل يومين تعال. يلا. لا باي. بتعقد.
جورج كنت عم خبرني هلا انه اليوم اللبناني اللي بتشوفوه برا هو مطاعم وسهر واكل وميزة، بس لبنان اكثر بكثير من هيك. شو اكتشفت انت من لبنان وشو بتقول لكل حدا بعد ما اجى يعني مغترب بعد ما عنده هيك الشجاعة يرجع لبنان؟ تعالوا طلعوا على الجبل نبشوا على ضيعة جديدة، ضيعة كلها ما بعرف شي عنها انا كلها. جورج صار له تقريبا شي 3 جماعات، وين اخذوك؟ اكلوا 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 بيروت وبيروت اكل. مش هيك واحد بيقول بيرجع بيجي على لبنان بنصح، بس هو لبنان انا ما بعرف هاي المنطقه ولا بحياتي شايفها ولا سامع فيها ولا شايف عده مناطق، بس مش انه قديش حلو ده حلو. واقفين هلا على منظر كثير حلو، عم نشوف باول الوادي دوما، دوما الارميد، دوما هلا صارت والسولار بانلز. من ورا دوما عندنا الجبل الكبير اللي هو حردين، قرن نيحه اكبر محميه بلبنان طالع على حديد تنورين، هالجبال الخضرة حوالينا. وين بالعالم فيك شيء؟ كلهم بتشوف شغلة هون بالجبل، جبال فظيعة. وصوت الرواق والطبيعة والدجاج والناس اللي عم بتوعى، هو الكنايس والسوق اللي هلا عم بيقوم. دوما اللي ناطرة اليوم شكلها كتير عجقة لأنه بلشوا البوليسية واقفين بالسوق ومسكرين الطرقات، الكنايس مفتحة، الجست هاوسز فل. وبتعرفوا نحن وين اليوم؟ نحن اليوم بالويك اند تبع عيد السيده، الويك اند اللي فيه اكثر من 2000 بيت ضيافه بلبنان مفاولين. جربت تاخذ العائله شي محل؟ فل، كله فل. فالجبل كله اليوم عم بيعيد، اليوم وبكره ومبارح بهالويك اند تبع عيد السيده، كل الضيعة عامله فيستيفالات، كل الضيعة عامله مهرجاناتها، ونحن وعينا كثير بكير تنبرم هيك على السريع قبل ما تعجق ونجرب نكتشف هالشقفه من لبنان اللي جورج بعد ما شافها. وعدتك. تفضل. اشتقت لك. خلي لي اياك. طول بعمرك. اشتقت لك اشتقت لك. تذكرتوه عمو فريد؟ قلت له وعدته كل ما اجي من هون بدي اعمل له زياره. طول بعمرك. صديقه جاي من امريكا. قلت له طعميه كعكه غير شكل. ان شاء الله. كيفك انت منيح؟ كيف صرت؟ مش الهاي. بس يصير معك حمضة قد ما بده ياخذ العين عندك. ميرسي ميرسي. كعكة ابو فريد وين على الساحة بشمزين بتاكلوا كعكة غير شكل معمولة بحب وحنين، وهيدا الزلمة رائع. بدي وحدة مع بيكون اكسترا وسماء اكسترا ومحمصة اكسترا. ايه وهول هن ولعيونك. يلا اول شي بشكرك انتوني كتير حبيبي، كل الناس بتجي لعندي بيقولوا لي انتوني عمل لك اللي ما بينعمل لحدا. طيب. انا بشكرك وبشكر كل انسان قيم بهالضيعة لانه هني وراي، خاصة حبيب قلبي ما فيني اذكر اسمه لانه هو يمكن ما بيقبل. انا بتمنى هذا يطلع الكلام، هذا حبيب قلبي، هو حبيب قلب الضيعة كلها. المهم انا ببشمزين على ساحة بشمزين عم صلبية بشمزين نعمل كعك، والحمد لله عم نتعب عليها حتى نضلنا كاسبين زبون. نوعية طيبة، وهلا بدي ادوق اياها مرة تانية. يلا قول لي إذا فرقت شي عن الأول، لأنه بالمرة الماضية كانت عجبتك، وإن شاء الله هلا بتعجبك حبيب قلبي. أنا كمان وحدة بتحضرها يعني بتحط فيها الجبنة وكذا. بتعرف ليش ما بلحق؟ خلينا نشوف قلبها. يلا حشوفيك. ليش أنت شوف؟ أكاوي ليكا. موزاريلا ليكا. أشقوان. كمان. والزبدة. ولمسة عمو فريد اللي بتعطيها النكهة اللي هي هذا الحشيش، عرفت؟ شغل صح وشغل نظيف ان شاء الله. رح نعمل كعكة، هيدي الكعكة الرقيقة اللي هي بيستعملوها للكنافة بصيدا. بليز انتوني. ورح نعمل كعكة، شو بيعطيك؟ خذ هيدي جيب لي لك جوا 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 ارجيني هاي شدر شدر. ايه ما بتاكل منها. اه كيف لك يعني. وهيدي كعكة الطرابلسية. وهي الكعكة الطرابلسية استحلت وحدة بوحدة. يلا شادر. اوه هيدي هلا محمصة منيح.
نرش لها رشه سماء كعكه طرابلسيه مع سمسميته. عظيم هيدا هي. وسماءاتك وين؟ ليكون هلا اكرميه هيدا يا سماء اكسترا. اعمل له وحده لاخينا. لا 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 لك بعطيك نص. ايه ما فيني بعطيك نص بس ليش عم تصور لي؟ لا بصور. ايه لا بصور لك وراسي لمين؟ ايه لا مزبوط بس بدنا نريسك بس ما عم تزبط بعين. هاي جورج هلا بعين. تفضل حبيبي. ليك بس ما عندك المكبر؟ ليكم ايش الكعكة طيبة؟ لأنه خلصنا فيها بنحط كمية الجبنة المطلوبة وعم بيعطوني حق الزباين فكيف بدي يكون غير اني مخلص لهم بالشغل. هيدي كعكة رقيقة بيقولوا لها منفوخ، هيدي مسلق، هيدي اسمك. فخمة كعكة طيبة كتير ما بتعلق بس عاد بحمصها شوي بتصير مثل ما لازم. كمية الجبنة اللي بقلبها واو وخلطة سحرية منا مالحة وكل وحدة من الجبنات عاطية طعم الشكل. اوه وقف رأيك بحبك وانا بحبك وبشكرك وان شاء الله برجع بلتقى كعكتك طيبة. يعني انت طيب ما اختلفنا بس انا كعكتك طيبة ما بيمنع. حبيبي انتوني ويطول خليك بصحتك يخلي لك امك وبيا. بدي ضلني اشوفك هون ان شاء الله هون بقوة ان شاء الله ما لي غيرك. شوية رجيم شوية رجيم. يلا باي. الله معك. خبر بشرفك، ليش طيبة هالقد؟ اشكر الله هيك معمولة بحماس، معمولة بإيمان، معمولة هيك من القلب، من القلب للقلب. من وقت ما تعرفت عليه وبسأله، طب قل لي ليش طيبة هالقد؟ بجاوبني ذات السؤال، أنا قلت شي مرة بيصحت بالحديث وبقول لي مثلا مكونات. توت. عنده فلفل لونه أصفر، 100% أصفر، يعني بستعمل بس الحمص، هذا اللي بعرفه، بعرف إنه ما فيها توم ما بدينا كل بعد الظهر ما فيها بصل ما بدينا ابدا. ساندويتش كتير غنيه سميكه معبايه محشيه. طيبه كبسيه بندوريه الفلافل الفريش الكريسبي من برا طلاتور عنده روعه. تاكلوا اثنين بتكفوا نهاركم ما بيقعدوا على المعده بصير بدنا سياسه. والله بطل انت. ثانك يو. انا ساندويتش فلافل بجيبني من بيروت. انا عن جد بطل. شوف حالك. ثانك يو حبيب قلبي. اكيد بنشوف حدا فيك والله يقويك عن جد بعمل اشياء واو انت للبنان. ثانك يو لك انت. ثانك يو. حبيب قلبي. من بعد الساندويتش دائما صارت عاده عندي. هيدي الحبه بس تعرفوا عن شو عم بحكي. هالقد كريسبي هوا من جوا منا ملبده منا قاعد هيك اوف ملوحتها عظيمه طعمتها مش معقول طعمتها. انا بتغزل فلافل ايه بتغزل فلافل شويه تراتور قصه كبيره كتير كبيره جننه. طبت الفلافل خايف كتير
طيبين كتير very crunchy في الوقت من هيك شو impressive. طريق كتير حلو، هيدي تاني مرة باخذها وقررت من وقت لوقت ارجع اجي لانه كل مرة بتغير، يعني ان كان الصيف ان كان الشتاء ان كان الخريف بتغير الالوان. هي وين الطريق؟ اول ما توصل على الحاجز او بتطلع الصوب بشري او بتنزل الصوب اذن تقريبا بنص الطريق من بعد ما تبلش الكويع تلوع، ما بتروحوا يمين صوب اهدن، بتقطعوا بطريق اسمه طريق كرم سدي على الشمال، وطريق واحدة سيارة سيارة، يعني لو قطع حدا قدام ما بعرف كيف كنا قطعناه. وبين هالشجر ان شاء الله ولا حدا بيعمر هون، بين هالشجر من ارض لارض لارض صنوبر على الطريق، حيوانات بتقطع، صفير بيوتيفل. ف بس بتلقطوا الكاميرا وبتصوروا هالتونيل الطويل اللي الشجر ضابب على الميلتين. من هون رح نوصل على ايتو بالاخر. بتقولوا ايتو شو بتقولوا؟ حنا خوري صار بدها شو قالك ليلة نهارا 24 على 24 قال يا توقف. ما اهضموا الفرد صرخة جوا خلاص خلاص خلاص، والناس بيت دارة كله اوكي جينا هون كرمالك جينا هون كرمالك كرمال هاي كرمال هاي ولا غلطة شو العجينة والكاسترد كريم من جوا والكريم باتيسير اميزن flavors of the childhood طعمة الطفولة ما تغيرت ما رح تتغير عندهم. one item كان شوكولا او حليب. هاي دي القصة كلها. هاي سكر اقف عشيت عم الكون فليكس وكريم جوا هوا سحر ولا سحر سحر. أوبس. من اي بلاد من اي ضيع كل واحد بيجي بيقول لي من رومانيا ومن امريكا ومن استراليا وكلهم شافوا انتوني. باي ميرسي باي على ماريسي. لحقوا حالكم امبارح خلصوا كل شيء على الساعه 1:30 واليوم قديش هن في شي 6 جوا عم بيشتغلوا نهار احد. انا فكرت حيكون مسكر او هيك قاعد على رواق ورايح يتغدى مع العائله. فوق بعضهم الناس وعن جد هذا هو وان ايتم شو الكريم يلي على فاني او حليب اطيب بكثير كثير. اثنيناتهم كثير طيبين بس على حليب اطيب بكثير. واجوا بعد بدهم صوره جاي راجع 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 كومينج عن جد. وشو بيفتح القلب بيفتح القلب تشوف ناس عم تشتغل مبسوطه ضحكه على وجهها بايجابيه هلو. شيء بيفتح القلب تتفائل بيجي الشغل تتشائم بيروح الشغل عادي. هاي هي في شغل في كثير بلبنان لو واحد يعرف يفتش عليه ويلقطه. بونجور انا كريستوف الوين من ايتو. هي اختي كريستوف بنعطيك هالكادو ميرسي
هول بتزرعون بتبيعون؟ هي بتطلع حواليها مثل أساس نحن مشيله نزرع فيكن عنا في الحبا كمان. مرسي. فينا بس بوسك وفل. اهلا اهلا. باوس حليلي قلبي. بس باوس وفل مش جاي اكل. انت الفلت 26 الشهر. اهلا كيفك؟ خلصت اليوم سكرتي؟ سكرت لو تشوف مين كان عندي هلا. كان عندي الكابتنية ثلاثة تبع الكويت نازلين بالميس. جاو قرتي طاهرة عودي رفقة البنت اختها. اوكي. جاو تاي تغدوا هون. هيدا ام اوتر مش عم ذكركم على طريق اهدن اول اهدن ست الستات. خليلي قلبي اذكرك الساعه 26 شهر قيدت عندي. ايه بتعون عنا شي الساعه 4 في هريسه. اكيد. ايه خلص اتفقنا. اكيد. نوترتك انا 26 الشهر الساعه 6 من عشيه عيد مرأوتي لانه عاملين هريسه وعاملين حفله. لو جاي يقول مرحبا بس. الله معك كيفك؟ اشتقنا اشتقنا. هات نشوف شو الطنجرة اللي جوا. ما فيكم تقطعوا هيك. ليه على السريع يعني؟ الكرام ما بتزبط. كلود إلي مثل كأنه عم بقطع البيت، يعني معقول حدا جاب قطعة عن كلود فتقول له مرحبا، كان عم بضبضب. بس عاملين شو لحمة وبطاطا وبصل وبصلة. اندوق ما بتزبط. اندوق ايش لا؟ احنا جعانين قد ما كنا نروح عشان ما لحقنا نروح على البيت. خليك عم تفرمي سخنة. اندوق لحمة وبطاطا بلا البصل. اكيد بلا بصل. ايش لا؟ يلا خيار ما بدك اياه. تفضل. أول مرة أشوف الطبخة هيك لحمة بطاطا بصل خفيف نظيف لحمة غنم فيها شوي لية شوي بس إنه يكون على السريع بدي أعمل شيء حطوا المصانية بس ما يكون لها جلادي مرتي تطبخ تستقرب لحمة من عند اللحم مع بطاطا ما في وهو بياكل اللحمات انا باكل البصل بحبهم بحبهم كثير اثنيناتهم بحبهم كثير عن جد تعرفت عليهم ايمتى هونيك مره اول ما بلشت طالع بالشتاء ما في حدا فاتح فتح وصلت عند كلود فاتح ورف قلبي وصرنا اصحاب ومن وقت حدا جاب لي كلود هذا بغاروا البقيه صاروا كلهم اصحابي بغاروا كلهم على سلامتهم بس هو يعني حبيب بيوتيفل كابل بحبكم كثير لك ليش شيء بهالصينية؟ أساس كنت شبعان. طيب يوصلوك الآخر الحدد هودي هم بيوصلوك لهون فشخة. ما ربع. باي كلود. أهلا.
يلا جورج لا ستوب يلا بدي اشطه طيب نحن ما اكلنا شيء اليوم اكلنا كثير بجد نبوزة القلعه كسبر اشطه اشطه هاي القشطه الثقيله يعني كانه محلول بالبقره هلا ريل انتنس ميلك عجبك عجبك ايه كل ما وقف محل يقول هاي لا خلص ما فيني اكل انطوني هاي اخر وحده كرمالك ناكل بعد شو بتغدى شو رايكم انبسطتوا بهالنهارو اكيد جورج انبسط كثير بالاخر دائما 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 بدي ابوس على القشطه دائما تعرفت على محل ببرمه اميون هو المنطقة كلاساو الكورة اسمه القلعة بتذكر انه البوزة تبعه كتير طيبة عندهم طريقة انه بتفك ما بتماغط منا دلعة good stuff وكريم كتير see you ما بدا شي follow my steps حضروا احضروا الفيديو جيبوا عائلتكم وما كنتوا بالعالم وطاعوا بروم بلبنان بلشنا 7 هلأ الساعة 4 صار بدا سياست اوكي فيكم تعملوا زيت شي بتكتشفوا لبنان احلى بلد بالعالم